نهاد، برأيك على المدى الاستراتيجي بالنسبة سواء لنتنياهو أو للمقاومة، صفقة قد تعطي يعني ما يزيد على الشهر 40 يوما تقريبا من الهدوء، هذا ما هو مضمون أو بين الأيدي. هل يمكن أن يقال في وضع نتنياهو الحالي وقد ازدادت شعبيته ويسوق نفسه بأنه قدم مجموعة من الإنجازات، هذه 40 يوما كيف يمكن أن تؤثر على وضعه السياسي؟ وإلى مدى يمكن للمقاومة أن تتشبث بهذه 40 يوما كمقدمة لوقف طويل لإطلاق النار؟ يعني حضرتك سألت عن جانبين، المقاومة وتاني. المقاومة بلا شك يعني أيضا لديها شعور عالي بالمسؤولية تجاه الناس، تجاه الشعب المجوع المحروم من كل وسائل الحياة الذي يرحل كل يوم من مدن. بعض الناس يعني في غزة، وأتحدث عن مئات الألوف، نزحوا أكثر من 10 مرات من منطقة إلى أخرى، ثم عودة إلى المنطقة الأولى، ثم وهكذا. يعني هذا الوضع على المستوى الإنساني في غاية الصعوبة، ومن يعني لا يمكن أن نختزله بكلام أو أوصاف. ولذلك أي فرصة لتهدئة ولو مؤقتة هي فرصة لالتقاط الأنفاس. ثم ربما، وهذا الرهان، أن فرصة كهذه ربما تكسر موجة الهجوم الإسرائيلي. صحيح أن إسرائيل تهاجم وتهاجم منذ 10 أشهر بدون توقف، لكن هي وصلت إلى حالة من الإنهاك والاستنزاف، خصوصا للوحدات القتالية التي بعضها من قوات الاحتياط استدعى للمرة الثالثة خلال 10 شهور الحرب، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ كل الحروب الإسرائيلية. فاستدعاء الاحتياط ل3 مرات يعني خراب اقتصادي وخراب على المستوى الفردي والشخصي لهؤلاء الذين يستدعون، سواء على تأثير ذلك على فرصهم الاقتصادية أو على أمنهم أو على شعورهم أو حتى على حياتهم الاجتماعية أو على دراستهم إذا كانوا طلاب وما إلى ذلك. وبالتالي هناك رهان على أن أي توقف مؤقت يمكن أن يخلق فعلا آلية لتمديد هذا الوقت، وبالتالي يصبح من أولويات إسرائيل إعادة ترميم جيشها وإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وليس استئناف القتال. هذا رهان بعض الوسطاء العرب، على كل حال هم يقولون ذلك دائما للطرف الفلسطيني. وبالتالي يعني تبقى المعادلة انه يعني في طور التوقعات والاحتمالات. اذا توقف القتال لفترة مؤقتة ايضا هذا سيشدد الضغط على نتنياهو لاجراء انتخابات مبكرة، لانه يعني الجمهور الاسرائيلي في اغلبيته مع انتخابات مبكرة، لكنه ينقسم انه هل تجري خلال الحرب. هناك حوالي 40% يؤيدون إجراء الانتخابات خلال الحرب، مع أنه يعني هذا أمر غريب، لكن هناك نسبة أيضا مهمة حوالي 30 إلى 32% تفضل انتظار انتهاء الحرب حتى تجري الانتخابات. الآن إذا حصلت تهدئة ينشأ وضع جديد يعني يدفع كل قوى المعارضة إلى تشديد حملتها على نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة، لأن هذا الشخص ليس مفوضا لا لإدارة الحرب ولا لإدارة الدولة بهذه الطريقة.